بوقع في سياق حديث اخونا احمد موسى. انا دائما اضرب مثال في الاخوان القدساويه ولا يهونون بقيه الانديه طبعا. يعني بقيه الانديه يمكن الامر مختلف تماما، لكن الاخوان في القادسيه وخلف موجود ويقدر يعاونني في هذا الموضوع. اليوم كلاعبين تاكيدا لكلام ابو عائشه، اليوم اللاعبين انت ومرت عليكم اختلاف رضا العم، رضا معرفي مع مثلا مع فواز، الشيخ طلال مثلا مع مشاكل إدارية يختلف، لكن اليوم شوف فريق القادسيه يدخل ملعب ما له شغل ما له شغل اكيد اكيد. وسعود انت اليوم ما تدخل اللاعبين في الصراعات، احنا لله الحمد احنا الفريق اول، انت متكلم فريق اول معناته لاعبين يعني يتحملون مسؤوليه. هذا دور منه؟ جهاز اداري ولا كابتن الفريق لا ولا الجهاز الفني ولا طبعا الجهاز الاداري بالمقام الاول هو الدور الاساسي بالاضافه الى كباتن الفريق. احنا تعودنا في نادي القادسيه دائما كباتن الفريق كلمتهم مسموعه ودائما نحطهم تحت المسؤوليه ونحملهم مسؤوليه نتائج الفريق واداء الفريق ونناقشهم في امور كثيره كباتن الفريق. يعني انا اليوم انا كباتن الفريق اسمع منهم واحملهم مسؤوليه اذا ما وصلوا لنا يعني ملاحظات فنيه، ملاحظات اداريه، مواضيع اللاعبين دائما هم يوصلوا لنا الرسائل. انا عندي كابتن صالح الشيخ يمكن انا اكون معك صريح بالمعسكر في كرواتيا، والله ما تعبت انا لا ولا انا ولا اخوي ناصر بنيان مع الفريق. صالح الشيخ قاعد يقوم بادوار اداريه وان شاء الله بالمستقبل ممكن هو ما له بالجهاز ما له بالعمل الاداري لكن ان شاء الله بالعمل الفني هو متوجه، لكن قاعد يقوم بادوار كبيره. احنا ابو سعود في نادي القادسيه تعلمنا تاسسنا ممكن صحيح يمكن اليوم مثل ما تفضلت انت حمد بالسلامه من اخوي ان اخونا الشيخ طلال الفهد وهذه ردته ان شاء الله يا رب تعطينا دعم معنوي كبير ان شاء الله في مباراه الغد ونكمل مشوارنا في الموسم. تعلمنا احنا مرينا على خبرات اداريه كبيره ابو سعود وهذا من الاساس، احنا الاساس يعني ولا كسورا بالاخوان حتى في الاتحاد تعلمتها من اخوي سعود المشلس فتره من الفترات بالاتحاد، اخونا سعد الهملان من الكفاءات الاداريه، فتعلمنا تعلمنا منهم شلون نتعامل مع الازمات مثل هذه. ممكن الفريق يعني لا سمح الله نمر بتاثرات مثل فريق النادي العربي، هني دور الاداره وهني دور كباتن فريق. انا اختلف مع اخوي يعني معلش هذا مش يعني لكن ان شاء الله نمون على اخواننا العرباويه، يعني تصريح اخوي علي المقصيد بخصوص الفريق لم يوفق نهائيا اخوي، خاصه لما تطلع التصريحات من كابتن فريق اللي قال في وضع عارمه، هالكلام هذا ينقال في الغرفه عند اللاعبين، الكلام هذا ينقال ما ينقال في الاعلام حتى ما نثير الامور الكثيره حتى ما يسمعون اللاعبين الصغار. احنا كذي في نادي القادسيه نسمع يمكن يعني من اللاعبين الكباتن نسمع منهم نوصلهم وجهه نظرنا. لذلك انا قلت لك احنا نتعامل في نادي القادسيه ولله الحمد هذا على مدار سنوات ممكن تراجع فتره من الفترات، لكن لله الحمد يمكن بالسنوات الاخيره نعم. بدا عمليه التصحيح ونعطي الثقه دائما للاعبين.